في أي مستجد على صعيد تشكيل الحكومة. العثرات هي ما تزال هي نفسها، العقد هي نفسها، تزداد تعقيدا على أكثر من مستوى. المستوى الأول هو مستوى العلاقة الشخصية بين الرئيس المكلف سعد الحريري والوزير جبران باسيل، واستطراد مع رئيس الجمهورية. المعطى الآخر وهو معطى يتعلق بالتعقيدات الإقليمية، وخصوصا على خلفية التطورات اللي حصلت بالفترة الأخيرة، العقوبات الأمريكية، التعقيدات فيما يتعلق بالصراع العربي الإيراني، كلها عوامل تؤثر على تشكيل الحكومة اللبنانية. في الواقع لا يوجد شيء في الدستور اللبناني اسمه سحب التكليف من رئيس الحكومة المكلف أو وضع رزنامة زمنية له، لأن الدستور لم ينص على هذا الأمر، وبالتالي كل ما يمكن أن يمارس بين القوى السياسية هو ضغط سياسي أو ضغط في الشارع لمحاولة تأثير على قرار رئيس الحكومة المكلف بأن يعتذر عن التكليف.